هنروح لخبر تاني. الحقيقة كلنا امبارح تابعنا بكل فخر الإنجاز الكبير في افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية في العين السخنة اللي افتتحه طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشفنا ازاي ان تم انشاؤه في وقت قياسي ووفق احدث تكنولوجيا بالعالم واعلى معدلات جودة في العالم. المصنع ده لو تفتكروا الرئيس كان اتكلم عنه في ابريل 2017 أثناء المؤتمر من مؤتمرات الشباب، وقال إنه علشان نعمل مصانع بالحجم ده وبالقدرة دي وبالتكلفة دي إحنا محتاجين ما لا يقل عن 6 لـ7 سنين علشان نوصل ليها. المصنع ده اتعمل في 3 سنين، 36 شهر بالظبط، 9 مصانع، غرفة تحكم رئيسية فيها طبعا عدة ملحقات، مساحته 400 فدان، بيعتبر الأكبر والأضخم على مستوى الشرق الأوسط والقارة الإفريقية. متخيلين حجم الانجاز يكون عامل ازاي وفي مده قليله قد ايه؟ هيكون ليه مردود اقتصادي قد ايه؟ هيوفر فرص عمل عامله ازاي؟ هيبقى ليه اكتفاء ذاتي وتحسين للبيئه الزراعيه المصريه بانهي طريقه؟ هيبقى بيحقق عائد اقتصادي من التصدير وعمله صعبه قد ايه؟ خلونا نتعرف على تفاصيل اكتر عن هذا المجمع من خلال الفيلم التسجيلي اللي هيعرض قدام حضراتكم، قلاع صناعيه بسواعد مصريه. فجر جديد يلوح في الأفق، تشرق الشمس الذهبية على صفحة المياه الفيروزية لخليج السويس، حاملة معها بشائر الأمل. سواعد فتية وجهد مخلص لشباب يسبقون الزمن ليشيدوا قلاع صناعية بسواعد مصرية. على طريق العين السخنة وفي قلب الصحراء يتأهب نمر اقتصادي مصري للانطلاق نحو آفاق بعيدة. مدينة صناعية بأعلى المعايير العالمية يتجلى فيها مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة. أكبر مجمع من نوعه في تاريخ شركة النصر للكيماويات الوسيطة، إحدى أقدم شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. كان أي حد، أي حكومة، أي دولة زي مصر أو أكتر منها تاخد عشان تعمل المصنع اللي بتكلم عليه ده، تاخد يا 7 سنين يا 9 سنين. أنت بتعملي خطوط لنقل الغاز للأماكن دي، بتعملي خطوط لنقل الكبريت السائل للأماكن دي، بتعملي محطة تحلية مية للمصنع ده، بتعملي محطة كهرباء توصليها للمصنع ده. أي حد، وأنا مش مبالغ، يقدر يعمل المشروع ده في 7 سنين. وسرعان ما سبق الرجال الزمن، عبر ملحمة وطنية تجلت فيها الإرادة المصرية على مدى 3 سنوات من العمل حتى اكتمل الأمل. وصار الحلم واقعاً يتجلى فوق هذه البقعة الغالية من أرض مصر. مجمع عملاق يضم 9 مصانع داخل نطاق شاسع فوق مساحة 400 فدان بالعين السخنة لإنتاج المزيد من المستلزمات المساهمة في العديد من القطاعات الزراعية والصناعية. هنا تكتب شركة النصر للكيماويات الوسيطة فصلاً جديداً من تاريخها الممتد على مدى 1/2 قرن من العطاء، بإنشاء مصنعين جديدين لإنتاج حامض الكبريتيك المركز بطاقة 1.25 مليون طن سنوياً. ألحق بهما توربينتان بخاريتان لتوليد الطاقة الكهربائية ذاتياً بقدرة 46 ميجا وات ساعة. على صدى صوت التوربينات تواصل خلايا النحل عملها بما لها من قدرات وإمكانيات تكنولوجية هائلة. نمضي قدماً على بساط الأمل لنلتقي بمصنعين جديدين لإنتاج حامض الفوسفوريك التجاري بطاقة 800 ألف طن سنوياً. وتتكامل منظومة هذا القطاع الحيوي بمصنعين آخرين لإنتاج حامض الفوسفوريك النقي لأول مرة في مصر،
بطاقة 250 ألف طن سنوياً. هذا فضلاً عن إنشاء وحدة جديدة لمعالجة حامض الفلوروسيليسيك بطاقة 600 طن في اليوم. إن هذا المجمع العملاق يستحق أن يلقب بالقلعة الصناعية، ليس لنطاقه الشاسع المليء بالمصانع فقط، ولكن لتنوع منتجاته الصناعية بما يلبي احتياجات السوق المحلية لمشتقات خام الفوسفات المصري، مع تصدير الفائض لأكثر من 46 دولة. إحدى هذه المشتقات سماد الداب المحبب ثنائي فوسفات الأمونيوم، الذي خصص لإنتاجه هذا المصنع الجديد بطاقة تبلغ 400 ألف طن سنوياً. في الجوار يواصل العاملون إنتاجهم ليل نهار داخل مصنع آخر لإنتاج سماد ثلاثي سوبر الفوسفات المحبب TSP بطاقة تبلغ 250 ألف طن سنوياً. ولمواكبة التطور العالمي، ولأول مرة في مصر تم إنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة البلورية تامة الذوبان في الماء الداب والماب بطاقة 100 ألف طن سنوياً، رصيد جديد يضاف إلى شركة النصر للكيماويات الوسيطة. أينما سرنا أدركنا معنى التكامل في المنظومة الإنتاجية بما يحمله المجمع من وحدات لوجستية ومرافق صناعية وخدمية وإدارية، محطات لتشغيل المياه والغاز الطبيعي، وأخرى لمعالجة الصرف الصناعي والصحي. نقلة نوعية في مجال ترشيد الطاقة الكهربائية عبر التوربينات البخارية، بما يسهم في توفير الأحمال على الشبكة الكهربائية العامة للدولة. وحدات لإنتاج البخار وأخرى للتبريد وإنتاج الهواء المضغوط، أنظمة متكاملة لمقاومة وإطفاء الحرائق. قناة للحماية من مخاطر السيول بطول 1500 متر، محطة لتحلية مياه البحر بطاقة 32 ألف متر مكعب يومياً، رصيف بحري خاص لتخزين وتصدير منتجات المجمع لدول العالم، شبكة طرق داخلية بإجمالي أطوال بلغت 20 كيلومتراً، ثلاثة ميسات لتناول الوجبات، مساحات خضراء، فرع طبي متكامل، ملاعب رياضية، نطاقات خدمية وإدارية، قاعة مؤتمرات، ومدينة سكنية حضرية صممت لاستيعاب المهندسين والعاملين. تصميم هو الأمثل لتطبيق المعايير والاشتراطات البيئية وأنظمة السلامة والصحة المهنية، بما ساهم في حصول الشركة على أرقى شهادات الاعتماد والجودة العالمية. أمل مصري وفر للشباب 1500 فرصة عمل دائمة، أضيف إليها 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة. وبدعم من القيادة السياسية تواصل الشركة آمالها لإنشاء 6 مصانع كبرى لإنتاج الأسمدة الأزوتية. هكذا تستمر الدولة في استكمال مسيرة البناء والعطاء بإنشاء المزيد من المجمعات الصناعية الضخمة، لتحفظ لمصر مكانتها في مجال إنتاج الكيماويات والأسمدة بجودة عالمية وبأيد وعقول مصرية، لتظل مثالا يحتذى لمعنى القلاع الصناعية. إنها قلاع صناعية بسواعد مصرية. الله عليك يا بلدي، قلاع صناعية بسواعد مصرية. يعني مش بس قلاع صناعية هنبقى بنغزو بيها العالم، بنحقق بيها اكتفاء ذاتي، بنصدر بيها، بننفرد بيها، لا، دي مصرية 100%. يعني اسم ميد ان ايجيبت هيبقى في كل العالم. انتوا فاهمين ده معناه ايه؟ معناه ان احنا داخلين على ايام بجد حلوة، ايام هتبقى منورة، فرص عمل كتير جدا بالالاف، 9 مصانع بمساحات رهيبة بكميات انتاج غير طبيعية، يعني آلاف من فرص العمل هتتوفر لشبابنا، يعني عملة صعبة هتتوفر من خلال التصدير، يعني اكتفاء ذاتي هيتحقق، يعني تحسين للبيئة الزراعية والتربة الزراعية هيتم من خلال الأسمدة اللي بتتعمل وبيتم إنتاجها من خلال المصانع دي. الأعظم والأحلى إن كل ده
بإيد المصريين اللي بيواجهوا وبيصمموا ان هم يقوموا ويصمموا ان هم يحاربوا، بيحاربوا الارهاب، بيحاربوا الازمات، بيحاربوا المشاكل، بيحاربوا البطالة. احنا شايفين ان الدولة بتمشي على خطوات الحقيقة ناجحة وثابتة وقوية ومدروسة، ودي اهم حاجة انها مدروسة وسريعة. احنا بنسابق الزمن، مفيش حد بيعمل اللي احنا بنعمله. عملنا بطولة افريقية بدل ما تاخد سنتين عملناها احنا في 5 شهور، عملنا مصانع بدل ما تاخد 7 سنين ما خدناها في 3 سنين. احنا فعلا بنسابق الزمن، وكل ده بينا احنا، بينا احنا المصريين، بشبابنا، بجهودنا، بتفكيرنا، بسواعدنا، بتعبنا، بعرقنا، بوقتنا. احنا نقدر نعمل، نقدر نعمل حاجات كتيرة قوي، بس احنا نصبر واحنا هنلاقي النتيجة اللي احنا شايفينها قدامنا ديت. تحية كبيرة جدا لكل شخص من الكبير للصغير فكر وساهم وشارك وبنى ونفذ وعمل وابذل بذل جهد وتعب كبير علشان نوصل للمرحلة اللي احنا فيها دلوقتي دي، لخلي كل واحد في البلد دي فخور ان هو مصري، فخور ان احنا برغم كل الازمات قادرين نقف على رجلينا، ومش بس نقف على رجلينا، نقف ونبين للعالم كله ان احنا نقدر وقدها، وهنصدر وهنبني وهنعمر وهنزود، ومفيش حاجة هتقدر تقف قصادنا. بجد الله عليك يا بلدي، بجد الله عليكم يا مصريين.